طلاب السادس الإعدادي، حبايب الأبطال، رجعت لكم بدرس جديد من الوحدة الأولى. اليوم محاضرتنا راح نبلش بالدرس الرابع. الدرس الرابع عندنا موضوع عن الأفعال المركبة والإضافة الأولية. طبعاً بهذه المحاضرة راح أشرح لك موضوع واحد، والمحاضرة القادمة أشرح لك الموضوع الثاني. يعني الدرس الرابع بمحاضرتين، يعني بهذه المحاضرة نشرح موضوع الأفعال المركبة، والمحاضرة الجاية راح نشرح الإضافة الأولية. لما تخلص الدرس الرابع خلي بجيبك 3 درجات بالامتحان الوزاري ثابتات، خلي نقول مو نسبة 100%، 95% ثابتات بالوزارة. يعني موضوعين مهمات جدا 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 جدا. اوكي، فحتى ما نتأخر عليك خليني أبلش لك بموضوع الأفعال المركبة. نسيت أقول لك شغلة قبل لا نبلش بالدرس الرابع، قبل لا تبلش لي بهذه المحاضرة وتقراها، وروح راجع الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث. الدرس الأول خلي له فد ربع ساعة مراجعة، الدرس الثاني خلي له فد ربع ساعة مراجعة، والدرس الثالث خلي له فد نص ساعة إلى ساعة مراجعة. يعني ساعتين راجع به الدرس الأول والدرس الثاني والثالث حتى تضبطهم وتبلش وياي هسه بالدرس الرابع اللي هو الأفعال المركبة. طلاب عندنا موضوع الفريزل فيربس، إلى أسماء بالعربي كلش هواية، يعني إلى تسميات، فأنت حاول إنه تعرف الموضوع بالإنجليزي فريزل فيربس. فريزل فيربس أفضل من ما تعرفه بالعربي. هو بالعربي اسمه الأفعال العبارية، يعني كل واحد يسميه، أو عبارات الفعل أو العبارات الفعلية. المهم هو شنو الموضوع اسمه بالإنجليزي فريزل فيربس. حتى تعرفه أكثر، حتى تحدد اكثر ايش راح تسوي انت هنا، راح تجي تقول استاذ هذا السؤال، هذا الموضوع وين يجينا، هذا الموضوع يجيك بالسؤال الثاني اللي هو سؤال القواعد، يجيك فرع اي وكذلك يجيك فرع بي، يعني فرعين هو راح تلقاه انت موجود. زين، الموضوع شنو يا شباب، عن شنو يحكي؟ باو عليه، خلي افصخ لك يا تفصيخ، ركز وياي كل زين. الموضوع يا شباب عبارة عن شنو؟ عن قاعدة تقول لازم هاي القاعدة مالتي تبدي بفعل، بعد الفعل راح نجي احنا مباشرة نخلي شي يسمونه مفعول به، بعد الفعل والمفعول به يجينا شي اسمه حرف جر. يعني ترتب قاعدة على هذا الأساس، القاعدة مالتك ترتبها على هذا الأساس، القاعدة تبدأ فعل بعدها مفعول به بعدها حرف جر. زين استاذ آني وين ألقاهن ذني؟ بوي الله يخليك ركز لي زين، تجيك انت جملة، تجيك انت شنو جملة، هاي الجملة يقول لك رتبها هنا، راح يقول لك put in order. put in order معناها ضع بالترتيب الصحيح او رتب. زين انت شنو راح ترتب؟ هاي الجملة كلها يا شباب صحيحة، عاد شو رتب ذاك كلها صحيحة ما عدا الفعل والمفعول به وحرف الجر يجيب لك اياهم بخربطات. الفعل والمفعول به وحرف الجر يجيب لك اياهم بخربطات، الباقي كلها جملة صحيحة، بس تجي هنا ترتب، بس هذا تجي تسوي لها ترتب على اساس هذه القاعدة اللي تقول فعل مفعول به حرف جر. زين استاذ، ها استاذ الفعل شنو، المفعول به شنو، حرف الجر شنو، انا كنت ترى ما اعرف انذني، خلي يكون بعلمك يعني. اوكي تعال خلي اجيك وحده وحده. استاذ الفعل مثل من؟ شوف هذا الفعل هنا. الافعال يا شباب مثل شنو؟ خلي اعطيك الافعال مثل، عندك الفعل سويتش هذا يعتبر فعل، عندك الفعل تيك هذا يعتبر فعل، عندك الفعل تراي هذا يعتبر فعل، عندك الفعل مثلا ورك هذا فعل. يعني تم تشوف هذا بالجملة معناه هذا فعل، ماكو غيره. اوكي زين، عندك الفعل تيرن هذا فعل، عندك الفعل ثرو يرمي هذا فعل، عندك الفعل بيك هذا فعل، وعندنا الفعل جيف. انتبه يا شباب، هاي الافعال كلها تشوفها هذه خاصه بهذا الموضوع. طبعا هذه كلها وزاريات والكتاب حطيت لك اياها الافعال. يعني انت اليوم من تجي على الجمله اول ما تروح تحدد الفعل،
راح تلقى الفعل واحد من ذني. راح تحددت الفعل لقيت switch أو take أو try أو work أو turn أو throw أو pick أو give. ممكن مرات تلقاهن ذني، ممكن تلقاهن وين؟ تلقاهن بحالة الماضي. يعني مثلا ما يجيب لك switch تحط لك ايدي take سويكاه took، try tried، work يضيف الى ايدي turned هم يضيف الى ايدي، throw صير throw، pick picked، give gave. فدير بالك مرات تكون بحالة الماضي، يعني الفعل يكون بحالة الماضي. المهم هو سواء كان ماضي او مضارع، اني اجي اخليه بداية الحل، بداية الحل اخلي مباشرة الفعل. بعد الفعل نروح نجيب او نروح نخلي مباشرة وراه المفعول به. شو نخلي وراه المفعول به؟ استاذ شلون اعرفه مفعول به؟ انا ما اعرفه، شو راح اعرفه مفعول به؟ تعال حبيب، مفعول به يكون عندك بنوعين، يكون عندك بنوعين، يا اما يكون اسم او يكون ضمير. يعني من اجي على الجمله القى بها اسم او ضمير معناه هذا مفعول به. استاذ الاسماء مثل شنو والضمائر مثل شنو؟ خلي اقول لك الضمائر بالبدايه حتى تحفظهن. الضمائر مثل عندك الضمير هم، عندك الضمير ذيم، ها عندك الضمير ات، عندك الضمير مي، عندك الضمير اس، ها عندك الضمير يو، ها هاي كلش تعتبر، تعتبر ضمائر، واضح؟ فهذه الضمائر يا شباب معناها مفعول به، معناها نخليها وراء الفعل مباشرة. زين استاذ الأسماء مثل شنو؟ الأسماء عندك مثلا the lights اللي معناها الأضوية يعني قلوبات، عندك مثلا the music وإلى آخره من الأسماء. بعدها تخلي مباشرة حرف جر. هسا انت بس ركز لي على التقسيمات، بعدها راح نعطيك القواعد اللي خاصة بالحل. يعني هسا احنا بعد ما اخذنا طريقة الحل، بس مجرد ناخذ قاعدة عليه، ناخذ شغلات عليه، اشياء. حرف الجر يا شباب ترى شيء واضح جدا. حروف الجر مثل عندك داون يعتبر حرف جر، اب حرف جر، اون حرف جر، away يعتبر حرف جر، out يعتبر حرف جر. هاي كلها تعتبر شنو؟ تعتبر حروف جر، يعني ما يراد لها شيء. فأنت حروف الجر off يعتبر حرف جر، هاي تعتبر شنو؟ تعتبر حروف جر. هسا ركز لي زين على طريقة الحل، هسا ركز لي على طريقة الحل. أنت ترجع وين على الجملة؟ ترجع هاي عندك جملة، هنا أنا راح يقول لك رتب، put in order. أول ما تروح تطلع من عدها الفعل، وين الفعل يلقاه؟ استعطيني الأفعال. بعد الفعل تروح تجيب المفعول به، تجيب شنو المفعول به؟ سواء اسم أو ضمير، سواء اسم أو ضمير، سواء اسم أو ضمير، تخليه مباشرة وراء الفعل. يعني مفعول به يجي وراء الفعل. آخر شيء، آخر شيء تروح تجيب الحرف الجر وتخلي نقطة وعلامة استفهام وتنتهي الحل مالتك كليته. حسب إذا أكو نقطة تخلي نقطة علامة استفهام، تخلي علامة استفهام. يعني فعل مفعول به حرف جر، وتأخذ لك هنا أنا درجتين معدلات. آه شباب واضح؟ آه بس فعل مفعول به حرف جر، خلاص انتهى الموضوع. الفعل ذني، المفعول به ذني، وحرف الجر هذا. زين أنطيك ملاحظة راح تسهل عليك الحال أكثر. إذا كان المفعول به، إذا كان المفعول به شنو اسم، إذا كان المفعول به شنو اسم، يعني مو ضمير، فهنا عادي نخليه يعني الاسم قبل او بعد حرف الجر. استاذ شلون يعني؟ صار عندي لا، يعني تقدر تقول فعل واسم وحرف جر،
وتقدر كذلك تقول فعل حرف جر اسم، يعني الاسم يصير بعد حرف الجر او قبل حرف الجر عادي ماكو اي مشكلة. هذا اذا كان المفعول به شنو اسم، اما اذا كان المفعول به ضمير فلا، هنا قاعدة وحدة، فاعل او العفو فعل ضمير حرف جر، ما بيها كل مجال هنا، هاي قاعدة ثابتة. يعني باختصار اذا كان مفعول به اسم راح اخليه اما قبل حرف الجر او بعد حرف الجر، يعني حلين راح يصير عندي هنا، راح اقدر احل بطريقتين بحلين. اما اذا كان المفعول به ضمير هنا فقط يكون بين الفعل وبين حرف الجر، ما بيها اي مجال، يعني ما يصير اروح اخلي الضمير بعد حرف الجر، لا ما يصير، يعني راح يصير الحل مالتي خطا. يعني من اقول هنا فعل وحرف جر وضمير، هذا الحل غلط، 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 ما يصير، مو صحيح. اوكي، فلازم القاعدة ما تكون فعل ضمير حرف جر، واذا كان المفعول به اسم مو ضمير عادي هنا تحل منها تحل منها تحل منها صحيح، بس لازم الفعل يكون بالبداية. يعني هذا دائما الفعل وين يكون؟ بداية الجملة، اول خطوة تشتغل عليها. اوكي زين، انت دائما شوف، خلي اساعدك باكثر بطريقه حلوه. انت دائما الفعل مو راح تلقاه، راح تلقاه اما حرف الجر والمفعول به، يعني ما تروح تباوع بعد بالجمله اللي بعدها، لا، مرات هو يحدد لك اياها بين قوسين، مرات لا يعطيك جمله بس انت بالجمله من تلقى الفعل معناها خلاص انتهى الموضوع، حرف الجر والمفعول به هي من صايرات. اوكي، بس ترتبهن وخلاص انتهى الموضوع، واضح؟ تعال خلينا ناخذ أمثلة أو تمرين الكتاب، خلينا نجي نحله، تمرين الكتاب نجي نحله اللي موجود عندك صفحة 11 تمرين الكتاب، تعال خلينا نحل تمرين الكتاب حتى نضبط الوضعية كلها. صفحة 11 تمرين بي كتاب النشاط الأكتيفيتي بوك، عندك تمرين خاص بالأفعال المركبة الفريزل فيربس. هذا التمرين يا شباب مهم جدا وزاري، يعني دائما يجيبون عنده الامتحان الوزاري، مهم مهم جدا جدا جدا، كلش كلش هواي مهم، خلي ببالك. انا شلون راح اعرف انه هذا الموضوع هو موضوع الافعال المركبه؟ راح يجيب لي هذا المطلب، يقول write the sentence، هاي ما يجيب لي اياها. putting راح اخلي لي put بالامتحان، put the verbs and objects in the correct order، يعني راح يجيب لي يقول لي put the، طبعا المطلب حتى اقول لك المطلب شلون يجي، put the verb and the object اللي هو معناها المفعول به in correct order، بالترتيب الصحيح. هذا المطلب مالتك، ضع الفعل و المفعول به بالترتيب الصحيح، هذا هو المطلب مالتك. زين، خلينا نجهز نحل. I have already turned on it. I have already turned on it. من يجيب لك بين قوسين ويقول لك رتب، خلاص هذا معناها ما لك علاقة بعد ما تكتبه. استاذ ليش ما كتبه؟ ما يحتاج تكتبه، تريد تكتبه عادي، بس إذا ما كتبته الآن أعطيك الحل النموذجي، الحل النموذجي بالوزاري. شباب انا من اشتغل اشتغل لك على حل نموذج الوزاري، ما له علاقه بالكتاب، النموذج اللي يجي من وزاره التربيه، الحل النموذجي من كنترول هو هذا. شي يقول هنا الحل نجي نحل. انا منطيك قبل شويه فد ملاحظه، ايش قايل لك؟ قايل لك اول شيء تروح تحدد الفعل، هاي كلمه turned هي فعل، on هذا الon حرف جر، هذا الات انا قايل لك عليه شنو ضمير مفعول به. فالحل ايش راح يكون؟ راح يكون اولا تروح تخلي الفعل، بعد الفعل لازم يجي مباشره مفعول به اللي هو الضمير من هو ات، بعدها تخلي حرف الجر turned it on وتخلي نقطه وانتهى عند الحل. smoking is terrible you should smoking is terrible you should give up it. هذا هنا الجيف فعل، up حرف جر، it همينه ضمير،
فأنت راح تجي تقول give it up حسب حسب الملاحظات. give it up. can you turn, turn فعل, on حرف جر, the television اسم مفعول به, يعني مفعول به اسم. فأنا راح أجي كان يو تكتبها, تكتبها ما تكتبها ما يحاسبك عليها, روح اكتب الفعل مباشرة اللي هو turn. بعد هنا عندك طريقتين حل, تقدر تقول turn on يعني فعل حرف جر واسم, the television. استاذ ليش حلين؟ أنا مو قلت لك إذا كان المفعول به اسم عادي يصير عندك حلين, يعني تقدر تقول turn on the television, وتقدر حل ثاني تقول turn the television on. عندك هنا أنا حلين, يعني أقدر أحل هذا الحل وأقدر أحل هذا الحل, اثنينهم راح يكون عندك صحيحات, يعني حلين راح يكونون صحيحات بالامتحان. أوكي زين. When did you take up stamp collecting? When did you ما له علاقة بيها. عندي هنا أنا take هذا فعل, هنا أنا up حرف جر, stamp collecting هاي شنو, هاي عندك اسم. فعندي هنا أنا إذا ضمير المفعول, إذا المفعول به اسم, كم حل راح يكون عندي؟ حلين. هذا هنا أنا عندي اسم, فاني راح يجي يكون عندي حلين, أنا راح أحل لك حل والحل الثاني عليك. take up stamp collectings, take up stamp collectings. طبعا اعذروني الخط ماتي بس دا استعجل بالكتابة, فهو الحل موجود قدامك, يعني stamp collectings هذا الحل الأول, والحل الثاني هذا راح يكون عليك. زين. I can't remember when I took up it. correct صح, أو put in order, put in correct order. ما يجيب لك correct, هو راح يقول لك put in correct order, ضع بالترتيب الصحيح. من يجيب لي أقواس هذا ما له علاقة بكل اللي تنتهي الموضوع مالته. نجي على الحل I, هذا فاعل ينزل ما له علاقة به, دائما من يجيب لك فاعل نزله قبل الفعل. استاذ ليش؟ هو هذا القاعدة بالإنجليزي, الفاعل لازم الفاعل ينزل البداية. استاذ مو قلت الفعل بداية, اي بس فاعل ما تخليه ورا الفعل لو بعد الحرف الجر ما يصير, هو الفاعل ينزل البداية دائما هيجي. من تشوف فاعل لازم تنزل البداية. بعدها نخلي الفعل اللي هو took, بعدها عندي up حرف جر ما يصير اخليها ورا الفعل, لازم اخلي الات اللي هو الضمير, واخر شيء نخلي حرف الجر took it up. I like these shoes, can I try on them? can I try, عندك try فعل, on حرف جر, them مفعول به اللي هو حرف ضمير, فننزل try اللي هو الفعل, بعدها الضمير المفعول به, بعدها on حرف الجر, وتخلي علامة الاستفهام. can you turn down the music? نانش كم حل راح يكون عندي؟ راح يكون عندي حلين. ليش؟ لأنه هذا اسم مو ضمير. فأول شيء أجي أنزل الفعل turn down, تنزل عادي لأنه يكون الاسم بعد حرف الجر وقبل حرف الجر, اثنينهم صحيحات. down the music, وتقدر تقول turn the music down. أوكي بالحلين راح يكون عندي صحيحات. I will turn down it in a minute. لو turn it down in a minute. عندي turn فعل, down حرف جر, it ضمير مفعول به. أنزل الفعل turn, بعدها أنزل المفعول به الضمير, بعدها نزل حرف الجر والباقي نكتبه in a minute. هذا تكملة. اوكي هاي هو شنو هو التمرين الكتابي المهم قلت لك عليه بالوزاري. هسه هذا كل اكثر جايت بالوزاري, بس الشغلات اللي ما جاي بالوزاري راح اعطيك اياها بالوزاريات. اوكي يعني مو خلصنا لهنا احنا, لا راح اجي هسه احل لك الوزاريات. شباب هذه الوزاريات اللي خاصه بالموضوع من 2013 لحد 2023,
اوكي طبعا اللي ما خليت لك اياهن هنا راح تلقاهن وين؟ راح تلقاهن بالواجب بالاختبار. اوكي فالمهم مال الوزارات كلها كلها يحل لك اياهن، كل الافكار يحل لك اياها، بس خاف هنا راح تقول استاذ ماكو الوزارات كلهن ما لقيتها، راح تلقاهن بالواجب بالاختبار. اوكي هنا بالنقطه الاولى يقول stamp collecting is a nice hobby. When did you it uptake المطلب put in the correct order، ضع بالترتيب الصحيح. لما نجي نحل هذا كله ما له علاقه به، روح على القوس it هنا هذه حرف او العفو هذه ضمير، الاب هذا حرف جر، تيك هذا فعل. انا من اجي ارتب لازم اخلي الفعل بالبدايه اللي هو تيك يصير بالبدايه، بعدها يا شباب نروح نخلي الضمير اوكي اللي هو من هو ات، بعدها نروح نخلي حرف الجر اللي هو الاب، ونخلي علامه الاستفهام الموجوده. استاذ حسب يا قاعده، حسب القاعده اللي يقول فعل بعدها ضمير بعدها حرف جر. زين This pencil is really old. You can't throw away it. Put in correct order. ضع بالترتيب الصحيح. أنا هنا من أجي أرتب لازم أروح أطلع الفعل مباشرة. الفعل هو throw. هذا هنا عندي فعل. Away هذه حرف جر. It هذه هنا ضمير. وأجي أحلها حسب القاعدة اللي تقول الفعل ينزل بالبداية throw. بعدها ينزل الضمير اللي هو it. بعدها حرف الجر away. ونخلي نقطة. اوكي. استاذ زين ليش ما طلعناها منه؟ هو اصلا محدد لي اياهن هنا، انا من القى الفعل يعني مباشرة يمه راح يكون حرف الجر والمفعول به، سواء كان ضمير او اسم، يعني يمه راح يكون، صفى. I have already turned on it. لو turned it on. نختار لو turned on it. لو turned it on. هنا انا عندي فعل. بحرف جر بضمير، يصير اخلي فعل حرف جر ضمير، لازم فعل ضمير حرف جر. خلي اشوف الثانيه فعل ضمير ات وهذا حرف جر، فعل ضمير حرف جر، فعل ضمير حرف جر. اذا هذا هو الاختيار الصحيح turned it on. زين I have already turned on it. Put in the correct order. ضع بالترتيب الصحيح. كلمة turn تنزل مباشرة الفعل. عدل قبل أنزل الفعل. بعدها أروح أنزل الضمير اللي هو من هو it. بعدها حرف الجر on وانتهى الحل. زين. هنا أنا يقول لي the trousers were too long. Trousers معناها بناطير يعني. Too long طوال. So I took up them to make them fit. I took up them. I فاعل ينزل مثل ما قلت لك، الفاعل ينزل. بعدها نزل الفعل اللي هو took. بعدها تروح تنزل الضمير اللي هو them. وبعدها آخر شيء تنزل حرف الجر. Most smokers take up it as teenagers. Most smokers take up it. Take فعل. Up حرف جر. It ضمير. أنا شريت من عندك، أريد الفعل بالبداية. وأريد بعده الضمير اللي هو الات، وأريد بعده حرف الجر اللي هو up. I will turn down it in a minute. I will turn it down in a minute. طبعا هنا الفعل الوحيد هو عند turn ينزل، بعدها عندي down حرف جر يصير انزلها، لا اروح اشوف هنا ايش لقيت، لقيت الضمير it ينزل، بعدها يلا ارجع انزل حرف الجر. اوكي Can you the music turn down low? Turn down the music. The music هذه اسم. Turn فعل. Down حرف جر. استاذ ما يصير الاسم يجي بالبداية، لازم فعل يجي بالبداية مباشرة. فالفعل turn و down حرف جر و the music. استاذ زين هنا the music غير المفروض يصير بين turn و down. لا حبيبي، إذا كان عندي المفعول به اسم فعادي يجي بعد حرف الجر وقبل حرف الجر. إذا هذا هو الاختيار. فعل بحرف جر باسم، لان يعني الاسم له قاعدتين، يا اما تقول فعل بحرف جر واسم، يا اما تقول فعل باسم بحرف جر، يعني الحالتين هي صحيحه. I will turn down it لو turn it down. Turn down it فعل بحرف جر بضمير ما يصير.
turn فعل بضمير بحرف جر صحيح اذا اختار هذا الاختيار. اوكي اختيارات هذه هم على درجتين. يجيك السؤال الثاني فرع A-A-B. I can't remember when I took up it. لو I took it up فاعل فعل بحرف جر بضمير غلط. من شوف الضمير بعد حرف الجر قبل غلط. فعل بضمير بحرف جر صحيح اذا هذا هو الاختيار. اوكي دائما من نشوف الضمير بعد حرف الجر يعني غلط الحل. لازم الضمير يكون بين حرف الجر وبين الفعل. زين هنا يقول they will pick up him from the airport. Put the verb in the object and the object in the correct order. ضع الفعل والمفعول به بالترتيب الصحيح. زين عندي هنا they will pick up him. Pick فعل ينزل. عندي هنا him ضمير ينزل بعده. بعدها أخلي حرف الجر اللي هو الأب وتنتهي الحال نقطة. فهذه يا شباب هي الوزاريات. استاذ يعني أكو غير ذي الوزارات؟ أكو بس أنا خلي كان من ضمن الاختبار أو الواجب البيتي. تعال هسه خلي أنا وياك نروح للاختبار أو الواجب البيتي ونفصخ هذا الموضوع بشكل كامل. هذا الاختبار يا شباب هو إلك واجب عليك. بس أنا راح أعطيك ثواني أو خلي نقول دقيقتين يعني تحله توقف الشاشة أو المقطع وتحله وأنا راح أرجع أحله وراك. أوكي لينا حليته كملته مبارك عليك. تعال خلينا نشوف حلك إذا صح أو خطأ. شباب هنا من نقطة اللي جدي يقول لي دي يقول لي I want to keep these pictures so don't throw away them. هذا بين قوسين هنا أجي أرتبهم ذني هذولي أجي أرتبهم. هو دي يقول لي أرتبهم خلاص أجي أنا أرتبهم. throw away them الفعل throw هذا هو الفعل ينزل. بعدها أنزل ضمير. الضمير اللي هو من هو them عندي them هنا أنا ضمير ينزل. بعدها أخلي حرف الجر آخر شيء وانتهى الحل. أستاذ زين شلون عرفت أنت هذا حرف جر؟ أنا أعطيك إياه حبيبي قايل لك throw فعل أول حرف جر them ضمير مفعول به اللي هو الضمير. أوكي فكني قايل لك إياه ذني يعني ماكو شيء ما أعطيك إياه. زين I need calculator I can't work out it. لو work it out work out it شوف فعل بحرف جر بضمير غلط. لازم فعل بضمير بحرف جر هذا الاختيار الصحيح. اوكي هذا الاختيار مالتك اللي هو صحيح. can you turn the music down low down the music turn. طبعا هنا أنا عندي فعل باسم بحرف جر هذا صحيح مباشره محتاج حتى تروح للاختيار الثاني. استاذ ليش ما تروح هو على القاعده وخلص حلينا على القاعده بعدين يعني حتى لو يعني ثاني 100% غلط راح يكون. اوكي ثاني راح يكون 100% غلط هو راح اكد لك غلط. ليش؟ لانه بادي لك بحرف جر فماكو العباره الفعليه ما تبدي بحرف جر يعني غلط. I will pick up them from the airport. خلينا نجي نحل سوا. I will تنزلها بتنزلها عادي انا راح انزل لك اياها بس هي عادي بتنزلها عادي. تيجي قبل مباشره الحل مالتك شو تقول؟ تقول pick اللي هو الفعل بعدها تروح تشوف عندك اسم لو ضمير عندي ضمير اللي هو من هو them. اوكي واخر شيء تخلي حرف الجر اللي هو up وانتهى عندك الحل. هذه هي الاختبار او الواجب اللي خاص بهذا الموضوع. طبعا هذا هو المحاضرة الاولى بالدرس الرابع خاصة اللي هي موضوع العبارة الفعلية والافعال العبارية وعبارات الفعل مثل ما انت تحب تسميها. يا شباب اليوم ما راح نقدر ناخذ انشاء باعتبار الانشاء لازم ترجع تراجع لي الانشاء اللي انا قايل لك عليه لحد هنا وتحفظه مع الدرس الاول والثاني والثالث والمحاضرة الاولى من الدرس الرابع. اوكي ولا تنسى تروح تقرا التليجرام حتى تلقى هناك امتحانات كل شوية خاصة بالمنهج مالتكم. ونشوفكم خير ان شاء الله بالمحاضرة القادمة من الدرس الرابع.